أهلا بكم. كشف أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني أن صادرات إيران للعراق وفقا لإحصائيات الجمارك بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والذي يبدأ في 21 من أذار. وقال حسيني أن صادرات إيران للعراق خلال الأشهر أو الشهر الأخير أي الشهر الأول من النصف الثاني من العام الجاري بلغت أكثر من 1 مليار دولار. وأضاف أن جزءا من عوائد الصادرات الإيرانية في العراق يتعلق بصادرات الكهرباء والغاز. طلبت إدارة ناحية صفوان مجلس المحافظة بإنصاف الناحية من نسبة المبالغ المتحققة من المنفذ الحدودي والتي أقرت ضمن الموازنة العامة. وقال مدير الناحية طالب خليل إن الموازنة العامة عندما أقرت خصصت نسبة 50% من واردات المنافذ ومنها منفذ صفوان الحدودي لمحافظة البصرة. وأضاف خليل أن الحكومة لم تنصف البصرة وبالتالي فإن المحافظة هي الأخرى لم تنصف ناحية صفوان وعدم قيامها بتخصيص أي مشروع للناحية من مبالغ واردات منفذ صفوان. قال أصحاب المصانع في شارع الرشيد بأنهم بصدد إغلاق آخر ما تبقى من معاملهم الصغيرة بسبب إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية وقلة الدعم الحكومي لهم. وأضاف أصحاب المصانع بأن معاملهم كانت حتى وقت قريب مصدر الدخل الوحيد لعائلتهم، لأن إغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة وغياب الدعم الحكومي للصناعات المحلية وارتفاع نسب الضرائب أدى لإغلاق العشرات من تلك المعامل. نفى مصرف الرافدين الأنباء التي تحدثت عن سرقة 2 ملياري دينار من أحد فروع المصرف في بغداد. وقال المكتب الإعلامي للمصرف إنه تم حصر نقص في بعض ربطات النقود أثناء الأعمال الرقابية والتفتيشية الدورية الخاصة لجرد الخزائن، مضيفا أن المبلغ الناقص لا يتجاوز 200,000 دولار، وقد حددت مسؤولية ذلك النقص بذمة أمين صندوق الفرع. أعلنت حكومة كردستان العراق عن استمرار جهود خفض سعر مادة البنزين والعمل على ضمان حصة كردستان من الموازنة المالية لعام 2019. وقالت حكومة كردستان إن على النواب الأكراد القتال لضمان حصة محافظات كردستان، لافتة إلى أن القطاع الخاص يعمل لإنتاج الكهرباء وأن جميع محطات الوقود ستتحول إلى الغاز الطبيعي الذي ينتج ويستهلك في كردستان. أثرت شرطة محافظة أربيل على معمل لصناعة العلب الكرتونية للأدوية والأغذية المزورة. مصادر أمنية قالت إن المطبعة التي تعود لشخص سوري الجنسية والتي يعمل فيها عمال عراقيون يتم فيها تزوير العلب الكرتونية للأدوية والأغذية بجميع أنواعها وبتاريخ إنتاج وانتهاء للصلاحية. وذكر قائم مقام أربيل نبز حميد بأنه تمت مصادرة العديد من العلب الكرتونية غير القانونية التي عثر عليها داخل المطبعة. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
في أمان الله.